رح نروح لنحكي عن موضوع جدا مهم لليوم، ما هو الاحكام المسبقه. كثير بحياتنا ممكن احنا نصادف اشخاص، نمرق بظروف، نعطي راي او نطلق حكم ما كان، خلينا نقول مبهم، ما انه مبني على وقائع على اسس حتى نحن نقدر نحكم على هذا الشخص او حتى على هذا الموقف. هذا الشيء له تاثير جدا سلبي ان كان علينا بشكل شخصي وان كان على المجتمع، ممكن يعمل نفور اجتماعي، ممكن يعمل عزله، وخاصه بهذا الوقت نحن ضمن التواصل الاجتماعي اللي اكيد كمان له تاثير جدا سلبي بموضوع الاحكام المسبقه. رح نتعرف اكثر على هذا الموضوع من خلال ضيفتنا لليوم، وهي مدربه تطوير المهارات الحياتيه مريم العيسى. يسعد صباحك يا مريم. صباح النور حبيبتي، اهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما بنعرف الانسان بطبعه دائما بيحب انه يحكم، او ما بيقدر يعيش من دون ما يحكم على سلوك الاخرين. تمام. وكثير من الاشخاص بيميلوا لا يحكموا على سلوك الاخرين من دون تجربه شخصيه او من دون معرفه. بدايه خلينا نعرف شو هي الاحكام المسبقه. طيب تمام. اول شيء الاحكام ايمتى بتنخلق اصلا معنا؟ نحن من اول ما بينخلق الولد بينخلقوا معه مساحة. لاحظوا الأولاد الصغار بينخلقوا لما بتراقبي سلوكهم بتلاقي ما عندهم مشكلة معك ولا معي ولا مع أي حدا، وبتلاقي هن بتلاقيهم كلياتهم بتلقوا حب من كل اللي حواليهم، بيحبوهم كل الناس، وما عندهم حتى اللي حواليهم ما عندهم أحكام على هذا الطفل، بيلاعبوا بيكونوا مبسوطين معه، والطفل شايف إنه كل هذا العالم ملكي. فهو بينخلق بمساحة فارغة تماما، بحيث بيتلقى كل شيء من هي الحياة وبيستقبل كل شيء من هاي الحياة. ببلش هون الأهل شو بيعملوا؟ بشان يوجهوه، بشان يربوه، بشان يعلموه، فبيبلشوا من بداية الصح والغلط، وبيصيروا ما بيصيروا، وهذا منيح وهذا مو منيح، وقرب لا تقرب. فهو بتنبنى عنده فكرة أنه أنا لازم أحكم على الشيء قبل، يعني هذا منيح أو لا، مد إيدي ولا لا، ماما لا لا قالت لا لا. فهون بتبلش تبنى عنده الاحكام لازم. هلا هون في يعني في وجهه نظر هون صحيه 100%، انا لازم اوجه الطفل. تمام. بس تمسكه بالاحكام، نحن عم نحكي هون بموضوع الاحكام عن احكامنا عن الاشخاص واحكامنا عن انفسنا. شو الضرر من انه نحن نحكم على الاشخاص؟ دائما بجيب لهم هذا المثال لحتى شوي وجهه النظر تكون قريبه. مثل لما بنقول لهم بهذا المجتمع، نحن بمجتمعنا مسموح انه الرجل يتزوج مرتين، تمام؟ فبتلاقي الرجل بيتزوج كل واحدة أربعة خمسة، بس نحن عم نحكي عن فكرة أنه بيعامل كل واحدة بطريقة معينة، مع أنه هو نفس الرجل. أحياناً الأم ليش هون؟ لأنه هي حسب هي وجهات نظرها وأحكامها عنه. الأم أو الأب بيتعاملوا مع أولادهم، حتى مع أولادهم بطريقة مو متشابهة أبداً. لو نحن بنشوف الظاهر أنه هي متشابهة، هي أبداً مو متشابهة. ليه؟ كمان حسب أحكام ووجهات نظر الأولاد عن أهليهم. فبتتم معاملتهم من خلال هذا الموضوع. كتير بسيطة القصة. إذن أنا شلون بدي الناس تتعامل معي؟ شو أحكامي أنا؟ بدي أسأل شو وجهات نظري عنك؟ شو وجهات نظري عنك؟ أنا كيف بشوفك؟ كيف بلاقيكي؟ شو الحل؟ ما في أحلى منك. الحل إني أنا أكون بدون أي حكم، صفرية، مثل ما قلتي ما عندي حكم لبين ما أنا أكون في عندي تجربة مع هدول الأشخاص. تمام. أخذ وأعطي معهم، مثل ما تفضلتي تحت الهواء أنه حكينا بفكرة أنه أحياناً أنت بتحكي لوجهة نظرك عن موضوع معين أو عن شخص معين. فهي بتروح حاملة وجهة النظر هي أو هذا الحكم، تتعامل مع الموقف أو مع الأشخاص بناء عليها، وبالتالي بتحصل على نتيجة بناء على حكمة. بهذا الواقع وبهي الحياة الناس بتفكر انه انا بشوف الموقف، بشوف معي ظرف، بصير معي ظرف، بشوف اشخاص بعدين بحكم. لا، غالبا الاشخاص بيكون عندهم احكام مسبقه تبنى عليها المواقف. طبعا. لهيك بيكون في خطا. يعني انا ما لازم اتبنى وجهات نظر حدا، لازم ابني وجهات نظري واحكامي بناء على تجاربي انا بهي الحياه. طيب طالما نحن مفروض نحن نبعد عن اراء الاخرين ووجهات النظر الاخرى في اساسات اليوم لحتى نحن نبني هي الاحكام، خلينا من خلالك مريم لو نتعرف عليها. اول شيء مثل ما قلت لك، انا صفريه الاحكام، ما عندي احكام على شيء، عندي تجربه بدي اجرب مع الاشخاص. في شغله ثانيه هون، نحن ليه مثلا مثل ما قلت لك نحن ليه بنحكم؟ نحكم لحتى نكون امنين. يعني انا اقرب ولا ما اقرب، اتعامل مع هدول الاشخاص ولا ما اتعامل مع. انا بدي اتعامل بكل موقف. في عنا مقوله كمان بتقول ما تخاف منه اذهب اليه. يعني انا في شيء ممكن يكون واجهه، انا اي موقف لحتى اتعلم. وشوفي كل الاشخاص اصحاب التجربه والناجحين هن اشخاص واجهوا كل شيء بالحياه، مخاوفهم، الاشياء اللي بخافوا منها، التحديات بالحياه واجهوها. فانا اليوم لحتى ما فيني اليوم، في شخص اليوم ما بيحكم ابدا، لا، نحن بنفتح عيوننا الصبح نبلش هذا النهار حلو مو حلو، اذا نحن اطلقنا حكم. الاخطر من هيك هو موضوع احكامنا على انفسنا. يعني انا اليوم دائما بنعطيهم تمرين انه كيف انا بدي اعرف احكامي على نفسي؟ فشو بقول له للشخص؟ انت شو رايك بحالك؟
يعني انا اذا بسالك عن زميلتك بقول لك شو رايك فيها، بتقولي لي كذا كذا كذا، بتعرفي بتعطيني وجهات نظرك سلبي ولا ايجابي. نفس الشيء بينطبق على الشخص، لازم يعرف احكامه عن نفسه. وليش لازم يعرفها؟ لانه بس يعرفها ويطلعها ويكتبها بيعرف هو كيف الحياه عم تتعامل معه. يعني لما نحن شو بنقول، انا شخص عصبي كثير، بتبنى هذا الحكم، وطبعا اهاليه بيعززوا هذا الموضوع والناس اللي حواليه بتعزز هذا الموضوع، بعده عنه هذا عصبي، فهو دائما بيتصدر للعالم بهي العصبيه، رغم انه انت بتلاقيه بمواقف معينه هو رايق، هو منيح وبيتعامل بطريقه وبيضبط انفعالاته. فهي العصبيه ليش بتطلع دائما؟ بتظهر ومع اشخاص محددين حسب ان احكامهم عليها. اذا انا اول شيء بدي اتخلص من احكامي على نفسي، الاحكام السلبيه، وجهات نظري على نفسي كيف بدي اتخلص منها؟ بدي اول شيء اعرفها شو هي. امتى بتاكد وبعرف انه وجهه النظر هي 100% موجوده؟ شغلتين. الشغله الاولى لما انا بكتبها، يعني انت شو بتقولي اليوم عن حالك؟ انا شخص خجول. طب انت بتقولي بس العالم كمان بتسمعي فيدباك من العالم انه انت كمان خجوله، فبتقولي لي ايه انا والعالم. اذا في صفات معينه اجتمعتي فيها انت والعالم، نعم، بتقول نفس وجهه النظر هي وهي سلبيه، بتعيق تطورك، يعني انت اليوم عم تشتغلي بالاذاعه والكذا، ما بيزبط معك صفه انك تكوني خجوله. طب قد ايه في اشخاص عندهم مؤهلات كامله ليشتغلوا بهاي الوظيفه، بس هن بسبب الخجل ابتعدوا عن هذا الموضوع، راحوا اشتغلوا بشيء ثاني مختلف تماما. لهيك بقول لك لازم نشتغل على هي الاحكام. الاخطر من هيك انه هي الاحكام بتسكر وبتمنع عنا خير واستقبال كثير. انت مع التجربه يا مريم اليوم؟ طبعا، انه انا بدي اجرب حتى لو كانت النتيجه احيانا. يعني خليني اعطيكي مثال، انه في بيكون حكم مطلق من اخرين ولكن هو مثبت. يعني انت اليوم بتحبي انه انت ترجعي تخاطري ترجعي تجربي مع حكم مطلق ومثبت؟ مطلق ومثبت مو دائما، وهو ما مثبت دائما. شوفي، نحن اذا بنحكي عن شخص بيختلف وعن موقف يختلف. انت فهمت سؤالك انه انا هل بجرب شيء الناس مجربينه وبيعرفوا انه هو خطر؟ شوفي، كل واحد منا له عالم خاص. قد ما فكرتي في ناس قريبه منك هي لها عالمها وانت لك عالمك، انت بتبني عالمك بناء على احكامك وبتستقبلي من العالم برا بناء على احكامك. لهيك بقول لك انا مع التجربه طالما ما فيها مخاطره. يعني انا ما بقول لك روحي على جبل وزتي حالك لانه انت ما رح يصير لك شيء، لا، طالما ما فيها خطر عليكي، طالما واي تجربه انت بتمرقي فيها اليوم، اي تجربه هي بتصير برصيدك وبتصير بخبرتك وبتصير من حياتك. شوفي، الاشخاص قليلين التجربه هن قليلين الحياه، لكن ما مريم كثير في من الاشخاص بيحكموا على سلوك الاخرين او على الاخرين بدون معرفه. تمام. دائما احكامهم سلبيه. يعني اي شخص بدهم يشوفوا انه يمكن هذا يكون كذا، هل هذا الشيء نتيجه تجربه سابقه ممكن تكون عندهم؟ ممكن، كثير وارد. والسبب الاعمق والجذر الاعمق للموضوع هن كيف تربوا، كيف نشأوا. غالبا نشأوا ببيئه هي تحكم احكام سلبيه على الاخرين وبتخليهم دائما يتجنبوا التجربه مع الاخرين. يعني دائما في توجيهات من الاب والام والبيئه، ديروا بالكم تتعاملوا مع الاشخاص، ديروا بالكم تقربوا، ديروا بعض الخوف. فهو بيكبر مستمر وحامل معه، هي كمان شغله كثير خطيره، بيكبر وحامل معه عدم ثقه لا بنفسه ولا بالناس. فما بيتعامل معهم. شوفي القصه قد ما بينت بالظاهر نحن عم نحكي، لا ما عم نحكي. نحن اليوم في اشخاص كبار عندهم مخاوف مخيفه. شو سببها اليوم؟ سببها مثل ما حكينا انه هو بيربى ببيئه مو امنه، ببيئه دائما بتحذره، دائما ما بتخليه يجرب. شفتي لما قلتي لي انت مع التجربه؟ طبعا انا مع التجربه. الطفل دائما هو شجاع، دائما بده يمد ايده، دائما بده يقرب، دائما ما عنده مشكله وما بيخاف. انا مثل ما قلت لك، بس انه لما بده يقرب على النار لا ما بسمح له اكيد. تمام. بس بسمح له بالتجربه الامنه. في اهالي حتى تجربه امنه، يعني قديش تسمعي من امهات بيمنعوا اولادهم يلعبوا لانه مشان ما يقتلوا الالعاب، مشان يضل البيت مرتب. طب هذا الولد امتى بده يلعب وامتى بده يتعلم وامتى بده يجرب؟ صحيح. لهيك بيطلع، خليني اقولها بالعربي، جبان، ما بيقدر يساوي ولا عنده. في عمر معين بيحب الطفل يكتشف فيه كل شيء حوله 100%. فبهذا العمر تبنى هذا الموضوع انه هو بيطلع يا خجول يا شجاع زياده عن اللزوم، يا متمرد، يا هو منعزل، يا عدواني ابدا. فهو بيتعامل مع المجتمع بناء على هذا الشيء. هي الاحكام اللي احنا عم نحكي عنها مسبقه وبيحملها الطفل بتجربته وبيكبر حاملها. طيب اليوم احنا كيف قادرين نفرق بين الاحكام، التجارب، خبرات الحياه اليوم، وخاصه نحن اليوم المشكله انك دائما بمرقي بمواقف تكوني مارقه فيها بتقولي يا الله انا كان لازم اتعلم من الموقف المرق من التجربه السابقه. يعني بترجع بجوز تعديها بجزئيه بسيطه منها يعني، ولكن انعادت. يعني لأقول لك ليش انعادت؟ لأنك أنت احتفظتي بوجهة نظرك عن الموقف، الحكم. لهيك عم أقول لك هي بترجع تنعاد لحتى هذا الحكم يتلاشى. فأنت اليوم، يعني أنا لما بدي أجي لك، طب رح أجيكي باختصار
خليني أقول خصص لكل شخص بعالمه. أنت بتقولي شو الأحكام اللي هي ممكن تأثر علي؟ الحكم يلي ممكن يأثر عليك شعوريا، يعني مشاعر، بمشاعر لما بتجي زميلتك بتقلك والله أنت لا عليكي، أنت ما أنك خرج تعملي هذا الموضوع، فأنت أنت بتعرفي أنه أنا خرج وأنا فيني أساوي هذا الشيء وبقدر عليه. لما أثرت عليكي باعتك هذا الحكم وأنت اشتريتي، أمتى اشتريتي؟ لما تأثرتي فيه. صح. هون بدك تنتبهي أنه هاي وجهة نظرة، هي ما أنا حكم وما ولا تدل على الحقيقة، يعني هي مو مضطرة تكون حقيقة. بهي الفاصل هون، بهي النقطة بدك تكوني واعية أنه حتى لو كانت أمك، حتى لو كان أكثر شخص، وبالعكس نحن لازم كثير ندير بالنا من أقرب الناس إنا واللي بيحبونا، هن بحاملين نية الخير إنا ونية الحب، فبيحاولوا يكونوا يحمونا. يعني هي نيتهم حماية، فبتجي تقلك أمك لا ماما ديري بالك من الرفيقة الفلانية، ديري بالك من هي التجربة، ديري بالك هي من باب شو، من باب الحب، باب انه بجوز هي بتعرف اكثر، ولكن احنا تمام خبرنا دائما نضوي احنا بزمان ومكان وظروف اختلفت، وانت لك عالم مختلف حتى صحيح. عن امك وحتى وظرف وتجربه ووعي وادراك وطريقه بالتعامل تختلف عن امي والناس اللي حوالي. بدي اجرب وبدي اتعامل. الشيء الوحيد اللي انا ممكن اتلافى باني انا ما اشتري احكام اقرب الناس الي اللي هي امي او وجهات نظرها، انه هي بس انا بفهم حالي انه هي بس وجهه نظر. يعني أنا وياك اليوم إذا بدي أسألك عن هاي الوردة، كل واحدة منا لها وجهة نظر فيها. صحيح. طب هي صح ولا غلط؟ لا هي بس وجهة نظر. تمام. بهذا لكن الموضوع. في كتير أشخاص بيحكموا عن الشخص من سلوكه أو من موقف، ممكن من ظرف ما، لكن إنه السلوك أكيد ما بيكون هو نفس الشخص اللي عمله، ممكن الموقف اللي فرض عليه يتصرف هذا السلوك، نحن لازم نحكم عليه من هذا السلوك اللي هو يتبناه أو لا. شوفي واحدة من وجهات النظر اللي بتقلك انه الاشخاص ليش بيحكموا، لانه ما بيعرفوا معاناة الناس الثانية، ما بيعرفوا هن بشو مرقوا، ما بيعرفوا ظروفهم، ما بيعرفوا كذا. فنحن قلت مثل ما قلت لك هي من باب، انا اليوم ما فيني اطلع من باب البيت لحتى اكون حاكمت لي شيء 100 حكم، فيني ما فيني، بقدر ما بقدر، بطلع ما بطلع، الجو منيح مو منيح، النهار حلو مو حلو، رفقاتي رح يكونوا معي ما رح يكونوا معي. فهو مثل ما قلت لك سلاح ذو حدين، انه انا النقطة الوحيدة اللي ما أحكم فيها لما بحس إنه هذا الحكم ممكن يأثر على تطوري وعلى مستقبلي، قديش في أحكام نتبناها من أمهاتنا على أطفالنا، وبالتالي الطفل فعلاً بيطلع بطريقة تبنينا هاي الوجهات النظر من أمنا وأبونا. صحيح. لأنه مثل ما قلتي من شوي هن أكيد أعلم، هن أكيد أقدر، هن لأيك أيوة. فأنا بجي بابني هذا وبربي ابني بناء على وجهات نظر مو شو قلتي أنت، زمان غير زمانه. صحيح. طب أنا ليش بدي أعلمه؟ لهيك أنا لا بدي أحكم على ظرف، ما بحكم لحتى يكون في عندي تجربة شخصية. شو يعني شخصية؟ يعني أنا مو لأنه رفيقتي قالت لي فلان كذا أو هاي التجربة كذا أنا بحملها، أنا بدي أكون متجردة تماما لحتى يعني أعيش هذا الموقف بناء عليه بعدين بتصرف. طيب مريم، من خلال عملك ومجالك أكيد في حالات كتير بتشوفيها وأحكام كتير ممكن تكون مشتركة عند الناس، هل اليوم في حكم مشترك تحسي أنه هذا عند الناس عم تلاقيه على طول؟ أكيد. شو أهم المشاهدات لحضرتك؟ أكيد في أحكام مشتركة بناء على وقائع عم تصير مع العالم، بس ما بدي عقد الموضوع لأنه هدول الأشخاص حاملين نفس وجهة النظر. يعني انت شو بتقولي اليوم وانا بتقولي يا الله وين ما رحنا الناس عم تشكي، وين ما رحنا وين ما رحنا وين ما رحنا، هي خليني بالبيت. اوكي لا مو خليني بالبيت، بس في فئه ثانيه من الناس بتقول لك مو ما لا ما شفت حدا عم يشكي، لا ما شفت حدا مثلا وهنا فئه قليله، انا ما بدي اتفلسف، هي فئه قليله. انت لانه كلياتنا عايشين بهذا المجتمع فعم نشوف الاحداث والظروف اللي حوالينا عم بتصير، فبتلاقي بس وجهه النظر بتقول طب ليش في ناس بتتاثر ماليا وفكريا ومشاعريا وفي ناس لا بنفس هذا الواقع؟ ليه لانه كل واحد شايف حكمه وعالمه. انا شو بدي؟ انا بدي اروح اشتغل على مستقبلي، وبدي اشتغل على عملي، وبدي اطور من حالي، وبدي اطلع مصاري، وبدي اعرف عيش. وفي ناس مستسلمه لوجهات النظر هي تبع انه هيك الظروف وهيك الحياه. لهيك قلت لك هي بتاثر علينا بدون ما نحس، انه نحن شو عم نحكم؟ تاكيد بتاثر بالسلبي، يعني بتعمل احباط للشخص. طبعاً. يعني طبعاً. ممكن يكون الطرف الاخر غير مبالي. شوفي اذا انا بدي اكون غير مباليه وعم ببني مستقبلي بدون طبعا ما اثر بشكل سلبي على اللي حوالي، فخليني غير مباليه. خلينا ممكن هلا احسن شيء. تمام. اكيد مريم بدنا نشكرك بنهايه فقرتنا لليوم والمعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا حبيبتي. شكرا لك. شكرا مريم لحضورك اليوم، يومك حبيبتي. حلو هيك، وان شاء الله هيك احكامك بتكون خير على طول ان شاء الله حبيبتي. شكرا لك.